بنرحب بحضراتكم مرة تانية، ودي مشاهد اللجان بعد هذه الساعات من التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الأولى. زي ما حضراتكم عارفين، الإعادة في المرحلة الأولى أو إعادة المرحلة الأولى بتتم في 13 محافظة، في 110 مقعد برلماني ما زالوا شاغرين من المرحلة الأولى. ده طبعا نتيجة المنافسات الحامية، نتيجة كثرة أعداد المترشحين في الجولة الأولى، فلم يحسم عدد كبير أو لم يحسم عدد كبير من المقاعد اللي هو 110 مقعد. بالتالي مرشح الآن 220 مرشح بيتنافسوا على هذه المقاعد. المفترض خلال الساعات القادمة الأعداد بالفعل بتزيد، زي ما شفنا امبارح مساء أمس الأعداد مساء كانت كبيرة، بيبقى في دايما إقبال كبير في ساعات المساء. ابتداء يعني من دلوقتي 6 ساعات القادمين وحتى 9 مساء هيكون في إقبال كبير بإذن الله، لأن الساعات الأخيرة هي الساعات الحاسمة في هذه الانتخابات. الجولة الأولى خلصت، لكن دلوقتي احنا بنتكلم في جولة الإعادة. كل مرشح من المرشحين الآن ال 220 أكيد بيبذل قصار جهده وبيأدي اللي عليه هو وحملته لاجتذاب المواطنين، الناس تروح الناس تنزل. كمان جزئية مهمة، إن جزء مش قليل من هذه المقاعد اللي لم تحسم وما زالت في الإعادة من بين ال 110 مقعد ل 110 نائب، جزء كبير منها في المناطق الريفية زي مثلا في الجيزة، هنلاقي مثلا في البدرشين، مثلا هنلاقي في محافظات أخرى هتلاقي جزء كبير منها لم يحسم. فبالتالي في عدد ليس بقليل من العائلات ومن النواب اللي ليهم تواجد في شوارعهم أو في المناطق اللي هم بيسكنوا فيها. مثلا في أزول حركهم البحيرة، مثلا الإعادة في البحيرة دايرة كوم حمادة، في 4 مرشحين. في كفر الدوار هيختاروا بين 6 مرشحين، دمنهور 6، حوش عيسى 2 مرشحين، دايرة أبو حمص 4 مرشحين، أبو المطامير 4، إتاي البارود كذلك، المحمودية 4، دلنجات ما بين 2 مرشحين. فعايز أقول لحضراتكم إن الفروق مش كبيرة، وهذه الجولة هي جولة مهمة جدا. كل مرشح دلوقتي بيستعد خلال ال6 ساعات المتبقيين إن هو يقدر خلاص بقى يحسم، يعني مش هتقبل اسمه على 2. بصفة عامة الأمور الحمد لله مستقرة. دي واحدة مثلا من اللجان في الأقصر منذ قليل، زي ما حضراتكم شايفين هي دي الصورة، واللي نزل في من حضراتكم في الجولة الأولى هيلاقي إن التواجد الأمني، يعني القوات المسلحة موجودة، التأمين الشرطي موجود، الشرطة النسائية موجودة. كمان شفنا عدد من المشاهد خلال الساعات اللي فاتت، 6 ساعات اللي فاتوا، وكمان امبارح والجولة الأولى والجولة الثانية في الأسابيع اللي فاتت من شهر تقريبا أو بداية هذا الشهر، شفنا إزاي فكرة الإجراءات الاحترازية اللي بتتبع في كل اللجان. يعني الكمامات، لو مواطن معهوش كمامة بياخد الكمامة، في أدوات التعقيم كلها، التباعد الاجتماعي، مساعدة كبار السن زي الحاجة اللي داخلة تصوت ولا ستنا اللي داخلة تصوت، يمكن حتى ست المستشار واضح حتى كمان إنه اتحرك لها، إنه خرج لها من اللجنة عشان يمكنها من الادلاء بصوتها، واحد افراد الشرطه مشكورا. يا خبر ابيض، يا رب يديك الصحه والعافيه، ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه. دي يعني ست من اهالينا البسطاء راحة تأدي دورها، سيدات برضو زي ما حضراتكم شايفين. يعني الشيء الحقيقه، ودي من المشاهد الممتازه جدا، فكره ان كل اسره بتاخد معاها اطفالها، البنت الصغيره والولد الجميل، الاثنين رايحين مع الام او مع الاب عشان هو في الفتره دي هو بيفهم يعني ايه صوت، بيفهم يعني ايه ان هو حر في اختيار من يريد، بيفهم ان هو يكون ايجابي في المجتمع اللي هو عايش فيه. واعتقد دي واحده من اهم المكتسبات. في اجيال كتير ما تربتش على فكره انها تروح مع اهاليها تنتخب، الكلام ده عشناه وشفناه لاسباب او لاخرى، يعني الوقت لن يتسع للخوض فيها. ولكن لما بنشوف دلوقتي ان في اجيال سن 15 سنه، سن 10 سنين، الدوره اللي جايه هو نفسه هيكون ليه دور، او حتى الدوره اللي بعدها بالكتير، الانتخابات اللي جايه او اللي بعدها، هو نفسه لازم هيروح بقى هيدلي بصوته، لانه خلاص وصل للسن القانوني للادلاء بصوت، بقى ليه صوت هيروح يشارك، شاف ده مع والده او مع والدته فهيروح ينزل المره الجايه يدلي بصوته. واعتقد ده هنا الحراك الديمقراطي اللي بيحصل في المجتمعات اللي مش ممكن يحصل ما بين عشيه وضحاها، مش بضغطه زرار، هو ده التراكم
في الممارسة الديمقراطية، وده واحد من المكتسبات المهمة والكبيرة اللي بتتحقق سواء في انتخابات مجلس الشيوخ شفناها من أسابيع أو شهور قليلة، والنهاردة إحنا بيعاد المشهد مرة أخرى، وهذا المكتسب المهم تنشئة أجيال على فكرة الديمقراطية واللجان والصندوق والذهاب للإدلاء بالصوت وفكرة الحق الدستوري والقانوني إن أنا أدلي بصوتي في حرية وشفافية، فكرة إن عدد كبير من المقاعد البرلمانية لم تحسم في الجولة الأولى، لم تحسم يعني التلت أو أقل من التلت بس هو اللي حسم، محافظة واحدة في المرحلة الأولى الجولة الأولى منها اللي كان فيها 14 محافظة، محافظة واحدة بس هي اللي حسمت فيها المقاعد اللي هي البحر الأحمر، باقي المحافظات ال 13 محافظة الباقيين النهاردة موجودين، ده معنى إن مفيش يعني غلبة لطرف على طرف، مفيش غلبة لحزب على حزب، مفيش غلبة لتوجه على توجه، لا الكل موجود، كل بيشتغل على أرضية واحدة، والدولة من الجميع سواء لو كان في توجه أو في محاباة أو من إدارة محلية من محافظة من توجه سياسي من مش هتلاقي حد إطلاقا يقدر إن هو يكون كم الإعادة ده، كان الكلام ده كله خلص في المرحلة الأولى، خلص من بدري زي ما كان بيحصل قبل كده، ولكن لأن الفروق قليلة، إن الناس بتدي بصوتها، إن الناس فعلا أصواتها هي اللي بتحسم، عشان كده هي معلقة لغاية آخر لحظة لغاية آخر دقايق. النهاردة بليل الساعة 9 إلى 5 نقدر نقول خلاص يعني اتضحت الصورة بعد ما بتتم عمليات الرصد، وبعد كده الأصوات بتروح في اللجان الفرعية طبعا كده تروح للجان العامة اللي بتعلن أرقام الحصر، ثم تعلن النتائج المبدئية، ثم طبعا النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي طبعا يعني تأكيدات يعني من التنمية المحلية على الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالوقوف مسافة واحدة من الجميع، سواء كان المرشح ده مستقل، المرشح ده حزبي، المرشح ده من اليمين من اليسار، الكل بيقف على مسافة واحدة منه، وده الحقيقة دي التعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كان وجهها، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في كل اللجان، وكان في النهاردة كان موجود في غرفة العمليات وإدارة الأزمات الموجودة في وزارة التنمية المحلية عشان متابعة العملية الانتخابية. إحنا دايما بنحب إن إحنا نكون مستمرين مع حضراتكم، بننقل لحضراتكم الأجواء إيه اللي بيحصل بالظبط في الانتخابات، ولكن الحمد لله الأمور تسير على أفضل ما يكون في يومها الثاني. ساعات قليلة إن شاء الله هنستكمل معاكم في برنامج من مصر، هنفتح مساحة كبيرة بقى للنقاش إلى ما بعد منتصف الليل عشان نحلل مشهد هذا اليوم الانتخابي ومشهد الأمس في جولة الإعادة، وهيكون مع زميلتي ريهام إبراهيم، أرجوكم خليكم معنا.